إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة عباد الله لازلنا مع سيرة حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقف اليوم مع بعض الأحداث التي وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم وننطلق من هذه الآيات الكريمات التي قال فيها المفسرون قالوا لم يزل أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود النصارى لأن الله عز وجل سبق رسل لهم كتب فيسمون أهل الكتاب لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به بعضهم وكفر آخرون أهل الكتاب اليهود والنصارى ما كانوش كيختلفوا في أنه سيأتي رسول في آخر الزمن حيت هذا الشيء كان عندهم في الكتب ديالهم بأنه سيأتي رسول في آخر الزمن ويكون آخر الرسل ولا رسول بعده ولا رسول بعده هذا الشيء كانوا عارفين ومتفقين عليه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتفرقوا فآمن به بعضهم وكفر به البعض الآخر إذا كان هؤلاء أهل الكتاب من الله وهذا الشيء قرأوه عندهم في الكتاب ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتفرقوا فكيف سيكون حال من لا كتاب لهم الناس الأقوام لما كانش عندهم كتاب هؤلاء سيكون تفرقهم أعظم في رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم أكبر فالعرب وأهل مكة وقوم النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا واختلفوا في أمره واستمر هذا التفرق وهذا الاختلاف إلى زماننا إلى قسمين قسم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه واتبع سنته ونصره ونصر شريعته هذا القسم الأول والقسم الثاني
لم يؤمن به بل كفر به وعاداه واتهمه باتهامات، قالوا عنه ساحر ومجنون وكذاب، وضيقوا على أتباعه وعذبوه. هذا الصنف الثاني. ونحن سنقف مع صنف أو نموذج للصنف الأول ونموذج للصنف الثاني، وهذه النماذج يمكن لكم تقيسوا عليهم. نبدأ بالنموذج الأول، نموذج المؤمن المحب الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وضحى من أجله، وهم كثر خصوصا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا النموذج من الحب والفداء والتضحية. أرسل يوما مسيلمة الكذاب، هذا رجل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة، دعا النبوة، قال لهم حتى أنا رسول وكينزل علي الوحي، فأرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، بجوج بنا رسول، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، زعما تنزل عليك الوحي وأنا نزل علي الوحي، وإن لنا نصف الأرض، له زعما هو وقومه، ولقريش نصفها، أنت يعني محمد ومعه قومه له نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون، زعما بغاو يديو كل شيء. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إلى مسيلمة الكذاب. أش ما يقول له؟ يقول له شي حاجة أخرى؟ هذه أمور يجب أن تكون واضحة. من ادعى النبوة فهو كذاب، وخصنا نقول له أنت كذاب. ما قالوش إلى مسيلمة وسكت، إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فغضب مسيلمة، ما عجبوش هذا الكلام، فاشتد أذاه لبعض المسلمين الذين كانوا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل له رسولا يذكره بالله عز وجل وينهاه عن الظلم، يقول هادشي اللي كديرها حشومة وعيب وعار، ويجب أن تخاف من العقاب ومن النار. فاختار صحابيا جليلا لهذه المهمة. هذا الصحابي هو حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. حبيب هذا باه هو زيد بن عاصم، أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة، وأمه هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن رسول الله. أباش عرفوا يعني ماشي هذا الموقف الذي سيقف هذا الصحابي، ما جاش من فراغ، وإنما جاء من أسرة كانت تبنيه وتهيئه لهذا الموقف، وربته على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه هو عبد الله بن زيد، كان عنده أخوه اسمه عبد الله بن زيد، الذي جعل نحره دون نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدره دون صدره يوم أحد. فهذه ذرية بعضها من بعض. هذه الأسرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. ولذلك لما نقول أرسل حبيب بن زيد، ذكروا باه أمه أخوه
أسرة، أسرة كلها تحب رسول الله وتفديه وتدافع عن دينه وشريعته. فذهب حبيب بن زيد رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب برسالة رسول الله، وكان شابا يومئذ. فلما دخل على مسيلمة وسلمه الرسالة، ووجد مسيلمة أن رسول الله ينهاه ويأمره ويقول له اتق الله، ما عجبوش الحال، فغضب غضبا شديدا وأمر جنوده، قالوا قيدوه اربطوه. ثم قال له خاطب حبيبا، قال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال له وتشهد أني رسول الله؟ يعني تا أنا خصك تشهد بأني رسول الله. فقال حبيب بن زيد رضي الله عنه إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. قال له هادشي اللي كتقول ما كنسمعوش، بمعنى هادشي اللي كتقول ما فيه ما يتسمع، ما عنديش الودنين اللي كيسمعوا هاد الكلام الباطل. فغضب مسيلم الكذاب فأمر سيافه أن يقطع لسانه، قال له قطع عليه هذاك اللسان. فقطع لسانه، فأعاد عليه نفس السؤال، قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فأشار برأسه نعم، حيث اللسان مشى ولا مشى اللسان. قال وتشهد أني رسول الله؟ فأشار برأسه لا. فازداد غضب مسيلمة. لاحظوا معايا، هذا الصحابي كان ممكن يقول نعم أشهد أنك رسول الله، لأنه في حالة الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه لم يفعل رضي الله عنه، وأخذ بالعزيمة نكاية في مسيلمة وفي جنوده. فأشار برأسه له، فأمر مسيلمة أن يقطع قطعا، فقطعوا يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم رجله، وبدأوا يقطعونه وهو يسأله نفس السؤال ولا يغير جوابه، حتى قيل أنه أمر بصلخ جلده عن لحمه، بقوا كيصلخوا فيه حتى مات، وسقط رضي الله عنه شهيدا. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نموذج من التضحية والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل رأيتم حبا وتضحية مثل حب وتضحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاللهم ارضى عن صحابة رسول الله واجمعنا بهم في مستقر رحمتك، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، هذا نموذج من القسم الأول من الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه ونصروه وقدموا أنفسهم فداء لرسول الله ولدعوته. تعالوا معنا نرى نموذجا من الصنف الثاني من الذين كفروا به وحاربوا. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء، مكان بمكة، فصعد الجبل فنادى يا صباحة، ينادي على أهل مكة، فاجتمعت إليه قريش سمعوه خرجوا. وكان هذا لما أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدعوة الإسلام، فقال لهم أرأيتم إن حددتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، إلى قتلكم بأن الأعداء غيجيكم في الصباح ولا غيجيكم في العشية وغيهجموا عليكم، أكنتم تصدقوني؟ واش غتصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الجمعة الماضية كان يلقب بالصادق الأمين، ما كانش كيكذب حتى قبل الإسلام.
وليك قالوا ما غنكذبوش، إذا قلت لنا العدو جاي رحنا غنتخذوا الاحتياطات وغنوجدوا باش نواجهوا العدو. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ها ما كنحذركمش من عدو دنيوي، وإنما أحذركم من عذاب الله يوم القيامة إذا لم تؤمنوا به. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ هادشي علاش جمعتينا؟ هادشي علاش جالس كتعرف الصباح وانت كتنادي أجيب لهذا؟ تبا لك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الصورة. هذا أبو لهب نموذج من الذين نصبوا العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، عمه، وهو الذي فرح بولادته نهار اللي تولد وجاءت تويبة، هذه كانت أمة عند أبي لهب، جاءت تبشره بولادة ابن أخيه، فرح به وأعتقها. ولكن دابا حيت جاء يدعوه إلى الإسلام رفض واستكبر، وماشي غير رفض فقط، هذا نموذج للكافر الذي لا يرفض الإسلام فقط وإنما يرفضه ويعاديه. حيث كاين بعض الكفار ما كيأمنوش، ولكن صافي ما كيأمنش وكيديها في شغاله ومشي يخدم شغاله. ولكن كاين واحد صنف من الكفار ماشي غير ما كيأمنوش، لا يؤمنون ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه ويسبونه ويحتقرونه ويعرضون به، ما كفاهمش أنه ما آمنش. ومنهم أبو لهب. أبو لهب كان أول من جهر برفضه لدعوة الإسلام، وكان يصد الناس عن الدخول في الإسلام، وكانت امرأته تسانده، ولك الله عز وجل وصفها بأنها حمالة الحطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق، سواء سوق ذي المجاز أو غيره من أسواق مكة، كيخرج كيدعي الناس للإسلام، وأبو لهب كيتبعهم الله تيقول لهم: لا تصدقوه فإنه كذاب. وما أنت ما آمنتيش وسير ديال راسك خليه، ياك هو كيكذب. لكن بعض الكفار هكا دايرين، لا يؤمنون ولا يكفيهم هذا، وإنما يزيدون على كفرهم أنهم يطعنون في الإسلام وفي رسول الإسلام ويستهزئون به ويحتقرونه. فماذا كانت النتيجة؟ مات أبو لهب بمرض معدن يسمى العدسة، مرض معدي بحال هادشي اللي كنشوفوا دابا ديال كورونا، خصوصا في بدايته الأولى كانوا الناس ما كيقدوش يقربوا منه. ومات بعد معركة بدر بسبع ليالٍ. شوفوا المكر ديال الله عز وجل بهؤلاء، بمن احتشف انتصار الإسلام في معركة بدر، أول معركة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر فيها الإسلام انتصارا عظيما، وقتل 70 من كفار قريش الكبار في مقدمتهم أبو جهل، اكتشفها بعينه وحزن لذلك وتأسف، وترك 3 أيام لم يدفن حيث ما قدوش يقربوا له، حتى أنتم أصبحت تصدر منه رائحة كريهة. فلما خشي أبناؤه العار خافوا الناس يبقوا يعيروهم يقولوا لهم سمحوا في باهم ما دفنوش، حفروا له حفرة بعيدة ثم جاءوا ودفعوه إليها بقصب عود طويل وكيدفعوه بأعواد حتى وصل الحفرة. فلما سقط في الحفرة رموه بالحجارة، لو كيرميو الحجارة من البعيد كيرجموه حتى ملئت الحفرة بالحجارة، فرجم في الدنيا قبل الآخرة. مات حبيب بن زيد رضي الله عنه، ومات أبو لهب، ولكن وش الموت بحال الموت؟ أن تموت وأنت تدافع عن رسول الله مثل أن تموت وأنت تعادي رسول الله، واش بحال بحال؟ راه ماشي بحال بحال. وكلنا سنموت، فاختار لنفسك، إما أن تموت
وأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته وتنصر شريعته وتدافع عنه، وإما أن تموت وأنت تبغضه وتحتقره وتشوه سنته وتهزأ به وبشريعته، وإلا النهاية راها موت. فاختار لنفسك. اللهم اجعلنا من الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى نغض الحوض ونشرب من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.